نظرة مسرعة شركة نشاء أنجيلا فنتشر تابعة لقطاعنا، مسابقة وطنية لنساء المقاولات خاصة في مجال المقاولات الابتكارية، ولأصحاب شركة الناشئة شارك فيها أكثر من 100 مشارك مشاركة من تقريبا كل ولايات الوطن. واليوم كانت نهاية هذه المسابقة اللي شاركت اللي عرفت مشاركة حقيقة مشاريع جد واعدة من حاملات مشاريع من خيرة شابات الوطن. قررنا تنظيم هذه المسابقة والحمد لله اليوم تم تتويج 3 أفضل شركة ناشئة مسيرة من طرف نساء، وإن شاء الله لن تكون هذه آخر طبعة لهذه المسابقة.